من فوق المخدة الحزن خيم في الصدور المعاليل من عقب فرق اللي نحب ونوده أما المفارق بيد العزم والحيل عند الوداع اللي حصل فيه صدى حل الفراق وشاعته والبهاذيل والكل منا دمعته فوق خده من عقب لما شمل ضحك وتعاليل اليوم بيح كل شخص بسده يعني كلام غيره وش ترى صعادة جدا نحن مكان في البراين مكان في الاستنانة مكان في الاستنانة وانت سالم ناصر ما هم معنا بالاستنانة ما هم معنا ايه يا رجال كلمة جد وجعتهم برا هناك من تسبب على أخويهم في الخروج حنا ما كان في الليست هذا واحد يعني شيء مو بقى النقاط إنه ما بقى إيه أعلى نقاط هو مو بقى النقاط إذا كان في أقل نقاط أنا أقل نقاط يرجع أنا أنا بعد غيبي وين اعتذارنا وذا لا تكبر الموضوع بعدين الليستن ما هم معنا من عيش خل مهم معنا مجبور انك تجاوب لا يقول لا انك مجبور تجاوب طيب ذاك اللي يشاركون ايه نخينا ما في ناس ما يجيبون كيف ذا الحين طلع ان مجبور انك تجاوب ربطها بالسؤال الاخير زياد الله يعطيه العافيه زياد رجعنا بكلمته يقول احنا متسببين في طولنا اقسم بالله ما هو مثلا بنقول ايوه احنا متسببين اذا هو معنا في الليستن لكن هم راحوا براي ولا هو بقى النقاط راسي بينفجر والله العظيم ما عاد لي طاقه اتكلم ولا اريح انا معك ببراس منزول منزول تبقى داخل في نايت ماشي شفت جعني لتاك عزيز اللبا قلبك سالم الغادي يشدونك دي شوي ايش انت وش اللي اكتب لك ما درنش
حكم ماني بعلق مثل هنخف السكر وانا مدري اخف السكر حبيبي عمري حبي حروح ابو سمر افتح الباب اجي عند افتح الباب يا الله انت محطين على الباب طاوله تزيتها انطاحت ودخلت قسما بالله بغيت اواجه ربي هو اليوم تجمعت من كل جهه صدمات متتاليه وما توقعت ولا 1% انا مناحي وكاد راح يجعل ربي يوفقه ان شاء الله يحفظه ما من ناحيه المدح الله في حاجه مدحنا والله كلنا يذكر مواجه رجال مديح وحنا بنمدح ويجا طارية اشهد بالله ذكرناه بالخير انا اشهد بالله هذا هو الناموس اللي هو يبحث عنه وعينه اشهد بالله انقصد وحنا كذلك من مكاسب البرنامج ما عرفت اشهد بالله انقصد وانا ما جعلنا بمناحي مرتي هو كم لهم يوم عود اسبوع والاسبوعين ها يوم عود الاسبوع والاسبوعين اسبوعين معود يوم استبعاد الشيخ الشيخ عقبه ابراهيم مستبعد الشيخ عقبه ابراهيم سيف يا ولد الشهر ذا كله ضرب طلع منا اربعة وابراهيمات ابراهيم يسو ذا يقطع كم عاد من ابراهيم احني ظني ابراهيم من واحد أني واجهت البرنامج هي مواجهته في حياتي كلها ما واجهت طلع لي شيء من في راسي من وراء تعال بلا رجال تساقط اللي بقى من الشعر راح والله أني مصلع من هنا صلعت جعلها الأمر خيره أمر المؤمن دائما خيره شوف أنا أقول لك حاجة أنا ما أحزن إلا على شخص أدنه ما قدم وأدنه مثل يوم أحزنت على شنار كان شنار ذاك الوقت جايه لحظة فتور فهمت كيف اللي تجي دائم ما يجيك بعض المرات ترتخي شنار ذاك الوقت كان مرتخي شوي وكان هذا الجهاد تعب الرجال بالأمور اللي أنت خابر وهنا وكان مهدي يوم طلع يا ولد والله العظيم اني كان ماخذ ضلع من ضلوعي اقسم بالله لكن مناحي ما شاء الله تبارك الله طلع شاف جمهوره عليه جمهور وانت تدري بالعلم هذا حتى جمهوره سوت له في الحصانه يدفع مبالغ قويه جمهور مو بهله جمهوره ترى كان منافس على الحصانه هنا تدري مناحي لا ينافس على الناموس الحصان جمهوره ايه عنده جمهور الرجل عشان كذا ما تحزن عليه والله ما يحزن عليه مناح الا انك طول عمر بتفقده والله العظيم حزن على فقده ولا نشهد. هو ان شاء الله طيب وخير وراح لهله لكن احنا عقبه وش نسوي والله انقصد شدنا شايل البث شايل ريالتي شايل كل شيء شايل الامور من تحت الهواء مي بسيطه المراجل والعلوم الطيبه نشهد يبقى ادرك شيء يخجلك هو سوى شيء نتعبنا كلنا ما عاد هو راعي الاول ما يلحق يجيب من يوم دخلنا كم ما له حد يجيب الموتر المشحون ينزله في الغرفه ما بعد مرت علينا الشخ كلها ولا حين بنغطي النور ما بعد احد سواها حتى الرجل في الاعداد وفي حق الانتاج اللي يشتغلون قولوا انه سخلي غيركم اذا جاء حد دخل الغرفه طردوه رجال يردون ويصدرون الله يكثر خيره يا رجال يا رجال من اول النسخه اللي قبلنا يقطون ايه
هذا ما خلينا ندفع اليوم. انا اشوفه اللي هو جايبه. هذا دريبه اللي هو جايبه. نرقد ما في شيء نقوم للدنيا فل. يا رجال ما ادري من هو كان يسولفون عنده. ضامهم ضام من المتسابقين واللي في الاعداد واللي في كل محل. يا رجال يوم جالسين العيال يسولفون. طارونا تكرمها في الشرابات وما شربات في العقل ما في عقل. وطلع هو انزرى كذا وطلع استاذ من الاداره وطلع. محمل كان ما عندنا اغراض ذاك الوقت. حملنا يا طويل العمر الاغراض ان كان ما يبوها منها اما ب 4000 ولا ب 5000 وشوي بعد. هم جبها هم يا طويل العمر روح طق لهم الشرابات. سمعوا يتكلمون فيها. هم طق العقل هم طق الطواقه. ما تسمعني لا سمعك بتحتاج شيء تسمعني بيقول لك ابشر بجيبه لا روح يجيبه بدون ما تدري ينزله. ما تعلى انت تشوف. رجال رجال. هذا اللي ينحزن عليه هو اللي مثلي ولا اللي ما راح وقعده سوا ما حد محزن عليه. انا اشهد بالله انك صدق اشهدنا رجال اشهدنا رجال اشهدنا ابو سلطان جاب لنا رجال معك فحك جابه دخل مع الرجال واثبت وجوده هذا وراه الكرت اللي من محله اشهد هذه الليله نحسب البدو من اول يقول لا تحسب حلالة ما حسبه عشان ما يقل حسب نقول من اللي عاد في النسخة مع كرت ذهبي لا ثم حسبناه ما عاد حسبه ما عاد بقى له سالم لا باقي ثلاثة كرت ذهبي سالم محمد ومناحي عبد الله العتيبي ومحمد المشفر وسالم الغامدي ايييي شنو نسيت بك عليه الغامدي ما عاد فيني عقل انت خلف الله على والديك عقلك يفوت والله انك حال عنا هذه تلخبط المشاعر الضحك اثناء الحزن يا ولد المشاعر في لخبطة مشاعر في المشاعر في دبور البرنامج في دبور والله ما علمت نلعب شوي شوي مصادمين بخبر جاينا خبر مفرح جاينا ابو عبد الله هنا وفرحنا اي والله جينا قام زياد يعطينا من شوي واثنين مثلاك طين اصلح بين ذا وبين ذا ولا صفوا هلا غيرهم مثل عايشين شوي مضحينهم بواحد شوي جايين استبعاد جايين واحد ومشرشح به فقره الو انا اللي ما ادري وش وضعي 13500 حطني على رصيد الحميش ومناحي فايز مرحلين برايم ها وش العلم مدري هذول ما احس بخصمهم اشيلها للبرايم حتى لو أنا عندك من النقاط هي طيب يدخل برايم بنقاطه نقاطه واجد انا ودي ابو سلطان مرحلني وادخل بنقاطي حلو هو خصم علي 10000 كنت اجيب السالم فهمت هو ودك انه ما يخصم راح الكبرايم ما يخصم عليك 10000 عشان ما تروح فيه قلت لي عيال انا قلت اني فالاحمر الاحمر ما منه زياد الشهري الله يجزاه خير ما درينا هو فيه برايم ولا ما فيه برايم هو حد بيظهر ولا ما هو بظهر والله العظيم من يوم حط الخمسة في الحمر والله اني تروعت دريت ان فيه علم شوي يوم قال ما فيه برايم كل سبت لازم يجيني صداع اني يلعب فيني كم باقي برايم واحد ولا اثنين الله ما اعلم اثنين قل لا اله الا الله هنا اللي راجعوا اثنين في امتك سبع اثنين اليوم 70 ابراهيم الثاني 77 80 يرجعون كل ابوهم هلا كان يضيع خلني اضيع لا تدبل سبدي خلني بس والله باقي اثنين كان صلى على النبي ابو عبد ذاك اللي يقول ابراهيم 77 ابراهيم هذا ابراهيم 77 و10 ايام بيرجعون فيها الريجي انت هلا كانوا بيمددون ما ادري عنه ولا سمعنا في تمديد. انا سمعت انه باقي ابراهيم. مددون؟ قال باقي ابراهيم. لا يا رجل الاسبوع اللي راح يقولون باقي اثنين. واذا واحد راح. ابو عيسى شو يقول؟ قبل شوي يقوله؟ لا يوم قبل ابراهيم ذا يقول باقي ثلاث ابراهيمات راح ابراهيم ذا باقي اثنين. يلا صد نفسه يلا. خلاص جانا تبلد مشاعر. العلم. إلى دلهنا. نقعدنا أربعة أيام. إيه. ضربونا مرة ثانية وكسروا في الجناح.
ما تلاقيك ابو سلطان اسبوع ذا. علي خلي ابو سلطان يجي دام احنا بنشوفك احنا نشوف من ناحية. انا شفت الشبه من يوم دخلنا اول ما واجهت من ناحية قالوا يلا ما يشبه. قلت والله حتى الصوت بعض النبرات صوت مناحي ان كانها ابو سلطان. والله صوت هو متى ولا اقره بذلة انا قريب. يوم الجمعه يوم الجمعه وامس امس الجمعه لا الخميس يوم هم قعدوا يسالم هم يسوون اللجنه. ايه نظر فيني نظره كذا اعطاني نظره كذا وانا ناظر يجي لك انها ابو سلطان. والله ان كان علم اللي يقول لا ما يشبه. لا لا قدام واحد يا رجل ويوووو مش قد مرنا. ما في برنامج دون برايمات ايش كلهم والله ما ادري. برايم مش معناه هو انجليزي كمان اسمه برايم يعني برايم بن علي. ابراهيم بن علي عند الجنوب. الجنوب ما يقولون ابراهيم. ابراهيم معناها ابراهيم مش معناها كلمه ايطاليه. وش الثاني ايش؟ لومانيه كلمه ايطاليه. وشو؟ لومانيه كلمه ابراهيم. ابراهيم كلمه ايطاليه. لا ابن لومانيه كلمه ايطاليه. ابراهيم اول مره اسمعها الصراحه. لومانيه وابراهيم ما سمعت الا في البرنامج. وانت مسامع على تو ليش سموه ابراهيم؟ ليش مثلا ما سموه ابراهيم؟ اظني ابراهيم. ليش ابراهيم؟ انا اسال الحين. طيب خليه يسموه. وش معنى البرايم؟ اكيد لها كلمه تحمل معنى. اي برايم يعني ماني انجليزيه برايم يعني حزن. لا نهايه نهايه اذا انت لا تقبل برايم حق اسم جامع حق اسم رحم غث يوم السبت. أحب الربوع وطاري السبس مدنية. هي هذه قديمة هذا صح؟ ايه يوم الدراسة يوم السبت. رحمة الله ايش قال؟ أحب الربوع وطاري السبس مدنية. ايش يقول؟ حالي. ايه لأن يوم السبت عندي دوام فيه ويوم الربوع مواجهة الصحف الغالب. الله من أول دوام السبت. الله نضيق. ليه السبت يعني في العرف ليه يقولون السبت انه ضيق؟ تلاحظ شيء هذا انت ابو زيد؟ ايام سواء عند اللي من الهم خالي. شلون يعني؟ وش اللي خلى يوم السبت يعني؟ عشان البرايم؟ لا يا رجال حتى برا. في ناس برا لا يوم السبت يوم السبت كئيب كل الأحوال. الله أنا كئيب اليوم الكئيب كئيب حتى بأحداثه مو بنفس اليوم حتى لو ممكن حصل لك حدث في نهار الاثنين. لو كاد أنا فيني جوع حزن بيع ولا لك نفس اي ولا ليش اللي أطبخ. أنت تعرف الغثيان اللي يجيك بعد ما ناخذ السكر كذا من اقدر ناخذ السكر ابو غير ايه تبغى ثاني اللي يجيك عقبه على قولة ناصر على قولك تجدف تسدي تقلب. بسم الله على كبدك. عزقوا يلخمونا اليوم يجيبون لنا حداج ذا. سلمت منه سلامة عطب. والله يا عبد الله العتيبي ما عاد يفك سبرنت. هذا اسمه جاي اسمه ابو هيد. ان شاء الله. ما غدت فيها ظهرتكم بالعقال حول نقطة التجمع. انت من عبد الله؟ عبد الله بحط شرير احنا. عشان ما يبعد جيب له تكييف وبيجيب له كل شيء. ارقد هنا عبد الله وفايز وعبد الله يا ولد المشوم صيد عبد الله العلوي موت ما يقوم على سيره.
راح فايز والله فايز عبد الله الحربي فايز وعبد الله العتيبي يا ري يجي لعزتي الاهل سالم الغامدي ها حوله سالم يقوم رجل ولا الواحد كان جنازه تقوم جنازه يوقفون الاعداد كلهم على راسه ما يقوم اما عبد الله العتيبي كلهم يوم عند راس عبد الله زعلت عليه يوم انا في المطبخ قومت للمطبخ جايه بلبس المطبخ وقال لي قوم ما قام معك ما قام في الكوتش ما قام وجه عبد الله قلت شرحت على عاده بيجي سوالف كلام الليل الحين النهار تقول لي قومني في الليل وجيتك اقومك في النهار ما تقوم فايز اقومه ما يرد عبد الله الحربي يقول كذا قلت فكر فيك ويلحق يستحق الفلاش ويرد فايز قد بغى يلطمني تقوم قال لي تقوم ذاك فيصل قال ولا يقوم عليك متنرفز طيب انت قايل لي قومي قومني يا رجال ابو مانع يا انا اصحى اقول بشيء انا والله لا اقوم ولا اقوم مو بشيء انا اقوم هم رجعت تمغط ولا تمغط قمت كني قطو والله كنك اني اقوم انا بشبع النوم ولا راقد متاخر اني اقوم سحى من الريجي اللي واقفين على راسك يقوم والله انها ثلاث الواحد منهم ما يرد رجال كبر بيك واقف على راسك يقوم والله سنعي وانت تسافه وكلها لمصلحتك مو عشان مهيبه ما له مصلحه صدقوا ما له مصلحه والله ما له مصلحه مصلحتك انت تبي تصحى صح انت بصحي لا تطلع على بث انت خسران قول له يلا كل مصلحتك لا بعضهم يتكلمون عليه ولا يشبه يا ولد اهم الرجال بيتكلم لا ما فيه والله انهم يتكلموا عليه اليوم والله واحد من يوم دخلنا اي هم يتكلمون ما تسمعونه كلكم قول له يلا بعضهم من بدايتها يوم احنا كم يوم احنا 34 رجال قول له يلا انا جاني عبد الرحمن سالم يقومنا المذاق يقومنا المعد قيهم والله يرى يجيل فر عليهم كل ابوهم ما تمنهم بعد فر عليهم كل ابوهم يرى ما ادري انت سمعت ولا ما سمعت فر عليهم يرى يقوم يا هو تكفى اليوم لا اسبوع اللي راح اسبوع هذا مرتين قم يا ولد والله العظيم اني جاني اول مره ويا الله يا الله امسر رجال دار الثاني مره شفته قال كذا ضرب ركبه طالع عبد الرحمن سالم ضرب يده كذا ما في يبينا نقيم الواحد يتذوق ما في احد المهم جاك مره سالم هجمه ثلاث ما في احد يا اخي اليه التذوق ذي انا ارى صدق بعلمك كل يوم يحطون ثلاث متسابقين ولا اربعه ما تصحى خصم واذا صحيت لك نقاط يجيك العلم زي المطر يجيك العلم المهم اقوم البس والله حتى الصلاه ما صليتها اليوم رجعت تكفى تكفى يا سالم ما اقوم البس وراح اغيم ارجع اصلي جيت اقلب بيض الله وجهك والله العظيم اني رقت انا قمت انا شفت اثنين من العيال قاموا معي انا كنت ماوي اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم جتكم الواقع اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم جتكم الواقع بحلة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم جتكم الواقع بحلة حتى بالحزن
تعب على يدي أخوي ارحمني. السؤال مو هنا، السؤال اللي قبلت يا جماعة وقلت كذا السلام عليكم شوفونه ولا يحسبوني غرقان؟ يا أخي شكلك شكل كبير، يدك يا الطفل والله، ما أدري أقول يا رجاء ولا أقول يا ورع. أكرمك. شوف شوف يدي يجيب. شوف شوف هذا متعب الحياة، شقاق السنين شقاق. هذا والله من الرفالة. لا والله لا أعلم سالفة ذيم كنت انجلط. هذه وأنا أخوك سالفتها سالفة. راني منفس، تكفى عطني شيء. عطني شيء أبو فيه أنت. أبدأ وجرعة فرح. والله شوف أنا أقوى منك منفس، بس تكفى لا تشغلني. والله لا تم يعرفوا لا تشغلنا ذي. أسلم عطني عطني وشوش. ما في جعبتي أطرى، ما في يدك يعني أكيد نشوي. استاهل من ناحية يطلع. أقول ليش؟ ليش؟ لا ثلاثة أيام ما جبنا أغراض. ليش؟ أوه نمكت الأغراض يوم ما جبنا أغراض. أوه كان كثير من جيب لأستي لبيه. قلت إذا ما جبت أغراض صار بخليكم تطلعونك. طبعا بيها قلت اختكفى خلاص خلاص نعلمك. تكفى والله انت شغلتني. والله تكفى حزن وفراق ومشغلنا. تكفى راسك صغير لسانك اطول منك خلاص تكفى. اسمع رحت ابو عبد الله قلت له ابو عبد الله قال نعم. قلت ترى مناحي ما جاب لنا غراض. قال مناحي ما جاب غراض الحين يطلع مناحي. تبغى تطلع؟ قلت لا انا ما بطلع. قال مناحي يطلع. قام طلع عشان ما يجيب غراض. حتى زياد زعل. زياد مصيب الاي اس تي ما جاب. اي حتى كاتب لك في ورقه اي اس تي رجعين ابو اشوف. ايه كاتب لي ليش مناحي ما جاب اي اس تي. يا رجل هذه الدنيا هذه حال الدنيا. يلا حيش الشباب اشوفه ما شاء الله تبارك الله كلهم غتر اليوم كلنا غتر. مناحي بعد لابس اشماق عشان كذا طلع. فكرت انا صح 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 قال بس تدري في تايلاند في عام 1968 كانوا حربهم قبل ما كان في سيوف فكانوا وش في الأصابع. أنت الخسران لو إنك معهم. همك مسموم بالله بكرة يقول الحين ما عاد في وقت الساعة 2 وربع. عارف ما حد يزين بوصل الحين فات. لا أقول مسكر العالم. أنت صادق والله قال ليش ما بدري فيك يا لبي. أنا نفاه يا رجل صح صح. تعال خلينا نصف كلنا غثر بيض. اعوذ بالله. عبد الله العتيبي كلكم لابسين ابيض شجعي. وين راقد؟ والله خل عبد الله ترى مرهف. عبد الله عيال مرهف ما عليك منهم. يكتم يا ولد هذا اللي يكتم كناه نقول لهم ترى طالبنا مطالبة باسمكم. وشو؟ للبروستيد. قلت نايف ثابر هناك يخطوا لعاب من الجوع. لا لا خلف وصل توصل. بروستيد بتوم ولا بدون؟ اللي تبون. بروستيد وخلي السواق يروح يجيبه. لكن الحين ما عاد في وقت. بكرة بكرة. لا لا فاتح في مطعم مزحمية عارف 24 ساعة. لا لا الرجال يقوله وقابلته. خلاص بكرة. يلا هوج. الليلة بروح. عندنا الأخ. لا لا بنقضيها على على كيك بار. رجلك جوع والله من يوم دليل كله يقول ما تعشيت أمس بس لا لا ما تعشيت. بحميس تعشي المغرب يا أبو نص دجاج. أنا وياك اسمع حميسة نفس أمس بس بدون ملح. اي والله أريكة بتوجعنا. لا أريكة ثقيلة. أريكة ذا بطنية بطنك يا ولد. اسمع بنسوي نفس أمس بس بدون ملح. أبو رقعان نفس حقة أمس بس بدون ملح. بدون ملح. جيه حزين والله. شوف بسرعة. سون تبي سون لاعب توتنهام شوف. زينا الصباح اليوم حميس ما له شك. بس يوم جاي يملها الغطا طاح. يا منو؟ كثر ماء. حط بطاطس. حط ماء. لا لا حط سكر سكر. لا لا بطاطس. سكر توي انتبهت بعدين. سكر. والله. مو بطاطس. لا سكر. لا والبطاطس لكن تديش لي غبن. لا سكر. واضح ان المشاعر عندهم ملخبطة. من الحزن فكرنا في الاكل. ايه 18 جوع. انا وقت الحزن اكل اي شيء. احب اكل. خسر الجوع. ايش بغيت بس؟ ايدي. اعوذ بالله. اطيح في العيشه.
بل يضحك يا شيخ، مو بلب بل يضحك. تبون برجر انتم؟ تبون برجر؟ مو بالحين يا ابو. رايك شغلتنا بسرعه. سن نظاره غتره فوق قصه طالع بكيفك والله. انت شغل ابشر بسعادك. يلا 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 يا الربع. يلا روح انت تطبخ. اطبخ ولا بس ولا بس جاينا قبل شوي قال انا بزين لكم كبسه. قلت حلو والله ما يزين. قال بس علموني كيف اطبخها. اوه شان ابو علوش. لا امشي سعود. انا متكسر. انا متكسر يا عبان بيضتين. ما صدقتني يا قدر. اللي والله اللي والله متكسر. انا بغيت اطيح. تكفى خلاص سكر. انا بعد كني كان قلت يا انا قسم بالله يا ابو علوش احتري بس احتري بس. يقول يا سلام ايش داعي اسود علوش احتري ثنتين. لا انا مو رزان. لا قاله انا فلو انا الاول وفي التصويت داري اني انا قلت يا انا انت بس قلت يا انا انت حصان درت ديني دافع اكلم اخوي ويوم حطني انا كنت خايفني ان كنت في الاحمر قلت ما ادري يعني حطني في الاخضر. حطني في الاخضر اليوم كانت يا خلاص حصان حصان خليته ما ادري هدا يعليك والله مطيح جدي يعليك معك وصلت اضمن بعد الله سبحانه وتعالى طالع اتاخر صوت تطفي على اخر وقت قلت يا انا انت ويمر على شرط الذكريات كل شيء مر علي يوم جسمي كله بقش ونمل ابي اقول كذا بس لو قلت زي كذا طحت ايش مر علي ما تبي مغرد بوسم ايش مر علي زياد شهري زعل الله يكتب لي كلام الله يكتب لي كلام انا بعرف شو اسم لا كلام وشو كلام ما كان مره ما اقول لحد ليه يعني لو اني ابي اطلع كان خليته يقول قدامك بالعقل يبس انا غير فضلني استثناءاتك اي والله حبيبي انا كل شيء اعلمك اياه هذا مو كل شيء شيء خاص يعني خاص بصرك تعال لا عادي شان شان بس لازم ابو علوش تتقبل الخصوصيه ابو علوش باكس ما تسمع اليوم براين كل يوم حاني والله كلنا والله حسيت باللي انا كنت احس فيه اول منك تقول لي حسيت خلاص انا صرت متبلد قبل ثلاث ايام او اربع ايام خلاص انا صرت كان فيصل محمد الحين من احد الله يستر من جاي ما عاد به من صوب يقوم الظالم الله يستر عليه بس عادي يا اخي اللي يطمنك انه نجم ما عاد الا كم يوم بيجون له من كان يمسك البث الحالة من كان يسوي جداول تذكر يوم طلع ويوم رجع وش التغيرات حدوني يرجع مثل أول الحمد لله قول الحمد لله ناحي ما مثل غيره ناحي قسم بالله صح اني عرفته في البرنامج لكن والله ان كني اعرفه من سنين لكن هذه سياسة برنامج كل الناس بيعرف نعرف اللي بيطلع واللي بيدخل واللي برايك واللي بيرجع نهاية البرنامج
لازم في البرنامج هذا الصبر والضيقة. انت ما دخلت ولا قبلوك الا عارفين انك بتتحمل كل شيء. صبرنا احترمنا عارفين كل شيء، عارفين كل شيء في سياسية البرنامج هذا انه بيصير كل شيء. لا زال الصبر للتسعين يوم إن شاء الله وبيرجعون وبيعودون. ما أظن إني بقدر كسرني والله معي. كيلا ما أبدا الحين ويا بلع وضع الحين فيك فيك تعوضه. حملني والله حملني حمل له ولا العيال حملوا وكنت قدها. ما حملوك شيء إلا عارفين إنك قدها وبتسوي كل شيء. غير قصور في سلطان إحنا نشوفك ذا الحين كلهم. ناصر أبريك أشوفه، حمد مساعد أشوفه، مناحي أشوفه، فيصل دبلين أشوفك، شنار أشوف كل العيال الأربعة اللي طلعوا. خلاص خلاص ما كان صبرني له. خلاص على ايش؟ على كل شيء. وهم طالعين شو قالوا؟ حطوا العوض فيك. ما عاد الا جماله. ما عاد الا كم يوم. ايش فيك ما كانك تعرف السواليف هالحكاوي ولا؟ مني كان يعلم من اول؟ مني كان يسولف لنا؟ تذكر أيام البرنامج؟ إيش كنت تسوي؟ ناصر هو ناصر. ترى ما أشوفك الحين ناصر لحالك. أشوفك العيال كلهم اللي طلعوا، كلهم كلهم. أنا لو بطلع بحملك حمل بعد تركن عليك. تعرف أول ما عرفتك وإني عرفتك ما توقعت أبد أبداً أبداً والله كلنا أصل المرحلة هذه. أنا أعوذ بالله أعوذ بالله وش نرجع. قم خلنا نوضي نصلي ركعتين قم شينا صليت قبل شي. استهد بالله استغفر تدري انهم راحوا وخلوا لك كل شيء. يلا رونا فعلك الحين يلا هذا اللي هم يبونه. يلا هذا اللي منعيب. يلا رونا فعلك كنا بنقول ميدان يا حميدان. يلا مو بلازم تحزن ولا تزعل ولا هذا اللي صار هذا اللي قالوه. الله نقدر يشوفون ان شاء الله بنشوف. ولا الضيقة كلنا ضايقين وانا ادري ان ضيقتك يمكنها اقوى ضيقة في العيال كل اللي بيهم.
لكن انت تعرف الكلام، تعرف كل شيء. حتى يوم طلع ايش قال؟ جاء عند كل واحد قال له اوصيك في فلان وفلان وعلان وفلان وعلان، وسووا وطلعوا وافعلوا وضبطوا اموركم، ورحنا وخلينا كل شيء لكم. ها مهم من بكره تنتظر انت حط في بالك بتبدا من بكره يعني؟ ربك سهل ان شاء الله. في ملابس الفيصل حازب، ملابس الفيصل حازب. ايوه ما لقيت مكون شيء. ها؟ بس ما لقيت فيها مفتاح طايح شيء. مفتاح؟ ايه. اليوم؟ ايه. في معي مفتاح هذا ما تعرف فيهم مفتاح وما هو. ثلاث مفاتيح. لا 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 مفتاح قفل، مفتاح قفل صغير. ايش تبغى؟ حساب، حساب ابن احي حاسك مع حسابي بكره. حساب ابن احي بكره. ليه ليه خرجوا على ايش؟ استبعد يعني ها؟ خيره خيره. هو طلع ملابس فيصل صح؟ أنا بس بيضة فيصل وغراض من مساعد. والدمع ما منا عذر. ايش؟ شيخ بالله تعال تعال جرب ثانية، تعال تعال جرب الثانية. لأنك لأنك أخو لأنك صديق، لأنك لو أن صدري يضيق أدري بتعرف وش بلاي، أدري بأي شوفك دواي. الله يكمل يوم راح كنا بها نضحك سوا نبكي سوا. ها؟ وجراحنا نفس الجراح. واليوم جاء وقت الوداع أصحاب معاني هالضياع. خلاص يرحم والديك والله خلاص. ها؟ انت قاعد تسوي تعب، تقدر تقشر؟ ما اعرف اقشر. تقدر تقشرها عادية؟ والله ما يصير مقشر حق الوجه نحطه على البصل عشان تقشر. فهمت؟ في خط اشياء لا لا اشتغل خلاص. ارحب ويا الشيوخ. مرحبا والله ومسهلا. ايش قاعد افكر فيه؟ قاعد افكر اشوف متى بكبر. متى وشو؟ متى بكبر؟ الله يقويك يا ابو فهيد. هذا ايش سويت الحين؟ باقي بحط بطاطس، بحط عليها جبن. هذا وش الحين؟ هذا دجاج. قطرته من الزيت؟ لا والله انا برجع الزيت. استحيك. انت قول لي كرات بطاطس طيب. يقول لك لا جاع ابشر بالعشاء. شو والله بالعشاء ابو فهيد، شو والله بالعشاء. خس الجوع، خس الجوع. ايش رايك عاد؟ انا اقول لك اعطوني فرصه بس. ابد الفرصه كلها لك، المجال مفتوح لك، بس انك ارفل. انتبه على يدك. ابشر
بش بش هذا كله بصل هذه يا اخذنا عن بيصل حازم بصل بالكبسه هو قطعت اربع بصلات اللي تبي بس سمع المكرونه لا عاد حد يكون مندي يسوي برجر بطاطس مرقي شم المكس يا صاحبي لا لا هذا طعم زين حكشته اي والله شوف 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 قطع بال يرحم والديك بتقشر من قلب ولا خلاص خلاص امشي هذه تكشير هذا ها حبيبي بيقطع الجلد اللي هو قطع الجلد هذا قشر ميت جلد ميت خلاص 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 يقول حط له كريم هاك انا اقول حط له مقشر ذا تحتاج من شيء يا ابو علي ولا جلس هناك عاد انت ابخص بشغلك يلا والله يا وش خلنا يا اخي تعالوا ساعدونا يا عيالي يا عيال ساعدونا ما تبنقلون تجون تاكلون وقت الاكل ساعدونا قطة انا موافق انا موافق يا عيال سلامات يا عيال لا تاكلون عادي خذ راحتك طيب 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 لا عادي عادي بحطها في احط على خلطه بعدين بدخلها في الفرن عطني برجر لا هذا ما هي برجر هذه كرات بحط بطاطس هنا بحط عليها خلطات من جبن ندخل الفرن يا عيال دمعت تصدقون عاد تصدق ولا ما تصدق وش ذا ان البصل يعني ما يقارب في عام 1733 الميلادي وشو ما كان فيه بصل قبل وش كانوا يكشنون فيه ايش كانوا يكشنون بزيت فرامل زيت ايش فرامل تدري ايش الغبنه انا معي في المطبخ ها فيصل خلصت حط كيف حط يا اخوي صبر 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 يا غبي قطع البصل صبر الله يدبل سمتك قطع البطاطس لا كذا زح حبيبي قطع بصل وبطاطس تعلم تعلم خليك لا روح القصيم بعدين غريبه قصيمي ما يعرف يطبخ اغرب شيء شفته لا كذا صعبه كيف اقشر بطاطس اقشره في تكشيره وين تكشيره اعطيني عبد الله حربي في درجي مقشر حق الوجه خلينا نحطه عشان خلنا الله يشغلنا يا عيال ما انت اللي اشغل وين مقشر المقشر جبت انا 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 اغسل وجهي اغسل وخر وخر اغسل مويه اغسل مويه جبت اكيد اغسل مويه جبت وش بعدين ما بدي خلاص تكفى سالم اكبر من يدك تعال تعال اغسل البطاطس قبل تكشره يا حبيبي مسوي فيها نظيف اعطني 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 امسك قصدي فيصل تبي فقع يا ربي بسم الرحمن لا مو بكذا يا غبي لا يا اخوي خليك بطاطس اجيبك كذا طيب كيف تفرغها سالم بشر 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 سكين يا اخوي شوف بالسكين وبخلص قبلك تحدي تحدي سكينك هذه كان هياك كان هياك انت بس ماشي السكين ذي ماشي ولا احنا يا صاحبي راح كل البطاطس خلاص عز الله ما يجي لوقت العيشة هلا بالمحصن هلا بالمحصن بدا ينزل قاعد يا عيال شوف 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 الله يقصر خلاص قبلك وانا بالسكين ها خلاص قبلك وانا بالسكين خلاص قبلك وانا بالسكين يلا فيصل ارباع ولا انصاص ولا صغار اوه الحين كيف نقطع الحين كيف نقطع انا اريد كيف تسوي يا الله يا حبيبي هذه هذه سامي زديه هذه زباله يلا شوف تسوي كذا عرفت تسوي كذا طيب في بطاطس جاهز يا اخوي ايش خلينا نقطع هذا المرقي خلاص خلاص زهله زهله عرفت انت الحين يقول سالم
قطع جيفي قطع ثانية قطع فيها كثر البطاطس يا فيصل ولا اي كفي كفي ها نكثر ولا لبيه في قطع ثانية زي كذا هذه بكلمات الله تمات من شر ما خلق جيب يدك ها خلاص خلتهم والله ندوش قلت اي والله والله انا هيدي طبخه ماني فاضي احنا قدرنا دخلنا مع فيصل يعني معليش ما نقدر سواها تنزل بزونا ايه طلعونا كلنا برا جالها تكفير نوحي الله يسامحك ما بي ادعي بلحظه غضب صرت ما شغال وش اللي تعال قاعد اطبخ حبيبي زحفو قاعد اطبخ متى ما خلصت طبخي جيت قاعد اقشر بطاطس وقاعد اقشر بطاطس ايش تبغى انت وياه تبغون والله ناس ما تمشي الا بعين الحمراء ايه لا لا تكفى مو كذا والله كذا والله كذا والله كذا مو كذا اقسم بالله كذا فيصل مو كذا لا مو كذا الا كذا والله لا مو كبير لا تقعد وخر لا اصبر قطع انصاص كذا إيه؟ لا كذا لا وخر لا مو كذا كذا اول شيء كذا كذا شاطر يلا الحين قصص انصاص شوط شوط يا البط بس خله 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 بس خله بكي خله الله سالفة مش العلم اخوان عندنا مهمة خاصة وش كملوا كملوا خلاص نسمعكم. كم نسمعكم حنا والله معكم كملوا والله ما شغلونا برا بنقلة بنقلة الوضع حنا معكم والله اللي تبون قو بس خلونا نطبخ شوي تكفى قطع وعنين الصدج خلاص مجمعين انا بقطع حقك هذا اسعلونا خلاص يا اخوي والله انت لا بعد 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 يلا لا 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 نفس قبل شيء نفس قبل شيء خلاص لا لا مو كذا يا اخي اشغلتني انت والله انك اشغلتني يا اخوي مو بكذا خلاص ها لا لا كبيره هيد بلسبتك وخر شوف شوف والله العظيم وطيت وسلذيذ ايش سوي ايش كذا قطع عشان تكفى تكفى فيصل يرحمه انت احسن 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 ايش ايش شو السالفه؟ شو العلم؟ دعوا نايف خلهم يدعون نايف ها ايش عندكم خلوص سعود علوش 24 ساعه السالفه اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبي الا رضاكم لاجلكم نبذل اللي لايق بمستواكم جدكم مرحبا الغالين المدير نلخم المدير في اي ارض تحت اي سماء يا مرحبا الغالي اهلا وسهلا من استاذ نايف يا مرحبا بالجميع من متابعيك ومن جمهورك العريق يا حبيبي الغالي ودينا اليوم ليله مختلفه ليله كاريزماويه وفيها مسرحيه وحضور جماهيري انطباعك الشخصي والله انطباعي ليله فيها فرح وفيها مسرحيه ترح يا سلام اي نعم في الليله جميله بوجودكم وابداعكم وتميزكم ومواهبكم اللي الله يحرمنا منها عفوا الله لا يحرمنا منها وشكرا لك استاذ نايف طيب السلبيات في حضور الجمهور اليوم تشوفها سلبيه ولا ايجابيه انا احب القدحات ومؤمن بانه اي شيء جميل على الشاشه مبهر الجمهور مبهر لنا ودعم معنوي لنا بحضورهم لامتلاء الكراسي اليوم وايضا دعم لكم وين دعم معنوي نص الجمهور بيكون متسابقين الجوالات وين دعم معنوي اذا كان هذا يسر المتسابقين يعطون دعم معنوي فلا مانع من ذلك والله واجي عندي سؤال فضولي اخير هل ممكن ان ترى نايف ثامر مقدم معك البرنامج القادم هذا حفره توقعني فيها
احنا عندنا اعلان مهم في حال فاز المركز الاول مليون ريال مع الناموس يوقع معانا البرنامج القادم يكون مقدم، فاذا ربحت المركز الاول راح تكون معنا مقدم برنامج. تبي اني مقدم لك اجل باذن الله البرنامج القادم. واثق من نفسك؟ جدا. صرت مذيع انا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اليوم ليلة مختلفة جدا كوننا كاريزماويين، الليلة ليلة يعني جميلة جدا كونها راح تكون في مسرحية وراح يكون في جمهور، راح يكون ميكس عجيب لذيذ. ترقبوا تغطيتنا مع الجمهور، تعالوا معنا بنداهم ناس ونسألهم عن المسرحية. تعالوا يا مرحبا وسهلا. الله يا شيخ كيف الحال؟ مساك طيب. الله يبقيك. علومك عدلة. الحمد لله. أنا أشكرك. متابع البرنامج كاريزما؟ إي نعم. يعني والله من أكثر شخص يعجبك؟ والله شوف حنا جايين ما جينا إلا عشان ترك. يستاهل أبو سعيد. والباقيين الله يطول أعمارهم وسلام. الله يسلمك. الليلة ليلة مختلفة كونها راح تكون في مسرحية للكاريزماويين، شو انطباعك عنها؟ متحمس ولا لا؟ إي نعم حنا جايين ومتحمسين. والله طيب أنت متحمس للمسرحيين وترك؟ أنا لا وترك. شو انطباعك عن المسرحية؟ نقول ما شفناها. ما متحمس لها؟ أكيد. يعني مثلا تقدر تقول كتاب مبين من عنوانه؟ الله مرة ما يحتاج. الله يحييك يا حبيبي. رجعنا لكم مع اثنين مختلفين رائعين، يا مرحبا ومسهلا. الله يبقي يا ابو ثامر، الله يحييكم. يا اخي انت وجهك والله نعم يا اخي، وجهك مو غريب عليك، تشبه احد. لا لا انا قحطان ترى. انا ولد عم الرجال. طيب انتم متابعين برنامج كاريزما اثنين؟ اي كاريزما اثنين. والله تركي اسبوعي. والله يستاهل. مين اكثر شخص يعجبك؟ والله كلكم فيكم الخير. والله اني صادق ما قلت لاحد اني مقصر فيكم في حقكم. الله يرحم والديك. تشوف تركي نجم الجميل يا تركي. كفو العمده. كفو يستاهل ابو ثيد. اليوم في مسرحيه وليله مختلفه. نعم. مستمتعين بالجيه ان شاء الله؟ متحمسين باذن الله. ما جينا الا متحمسين ان شاء الله وبنقدم كجمهور ان شاء الله. الله يحييكم يا حبيبي. يا مرحبا. اليوم جتنا الجميله دانا. دانا كيف حالك؟ بخير. طيبه؟ ايه. دانا انت اخت سعود صح؟ ايه. طيب انت اليوم جايه المسرحيه وجاي وتحبين برنامج كاريزما، مين اكثر شخص تحبين برنامج كاريزما؟ تركي السبيعي. تركي السبيعي. طيب اخوك سعود؟ اخوي سعود تركي السبيعي. الله يحفظك يا دانا، وان شاء الله ان شاء الله اذا كبرتي تحققين كل مرادك. قولي امين. امين. يلا حيه. الله يبقيك ويسلمك. حيه. تحيتك اليوم سعاده لنا. يا سلام السعاده شوفتك من الله. الله يرحم شي بالك. وش رايك ببرنامج كاريزما اول شيء؟ والله شيء خيالي ما شاء الله. انت تابع في برنامج شخص من هو؟ اكثر من شخص. يا سلام. طلعوا مقدرياتهم كلهم جميع. الله يرفع شانك. متحمس الليله مسرحيه كاريزما؟ اي نعم ان شاء الله. يا شمي استقبل انت مره بس. يا الله اكثر من واحد كلهم غالين. عسى الله يحييك. عسى الله يحييك. كفو بيضاج. اليوم شرفنا الشيخ ابن الشيخ. يا مرحبا. يا مرحبا وسهلا. مرحبا. والله انها من اسعد الليالي واللحظات جيتك. الله يطول عمرك. متابع البرنامج كاريزما اثنين؟ بلا متابع. نعم. مين اكثر مقدم يعجبك متسابق؟ مقدم ايه فهد معيان. يستاهل ابو معيان. طيب المتسابق؟ والله الجميع لكن ابراهيم عواد. يا سلام يستاهل ابو عواد. يستاهل. اليوم ليله مختلفه كونها في مسرحيه. صحيح. جاي عشان مين برضو؟ والله الجميع لكن جاي مع ابراهيم عواد. يستاهل ابو عواد. والله مين يحييكم. الله يبقيك. يلا حيهم. يا مرحبا بالغاليين. كيف الحال؟ يا اخي انا مستمتع اليوم جيتكم. ويعلم الله من سعد الليالي واللحظات. متابعين برنامج كاريزما اثنين؟ من الاخير علموني من هو السابق اللي يعجبكم؟ بيني وبينك والله تركي السبيعي. يستاهل ابو ثيل. ها تركي السبيعي ما يحتاج. من جماعته. والله نعم سمعتنا. يا سلام. والله نعم. اليوم ليله مختلفه كونها في مسرحيه كاريزماويه. انطباعكم عن المسرحيه وجايين متحمسين؟ والله جايين متحمسين بقوه. اسماء مشاركه كلها ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام. متفاهمين بيبدا ان شاء الله تركي والبقيه ان شاء الله يكسرهم الباقي. رايكم في برنامج كاريزما اثنين؟ كيف شفتوا النسخه؟ والله ناجحه باذن الله. مثل ما الله غير يحييكم. اكرمتوني. تعالوا تعالوا جايب لكم نايب المدير اللي يحب فهد الغامدي اموت فيه. فهودي ارحم وسهلا. كيف الحال؟ يا اخي شوف انت صيد شخصي ترى احبك. الله يرفع قدرك حبيبي. فهد يا حبيبي هالوجه. فهد اليوم انت تشوف الشباب كلهم مبدعين كونهم اول مسرحيه في البرنامج وقايم عليها علي جعيدي والسيناريو محمد مسفر واغلب الشباب مشاركين فيها. كلمه فهد. انا اقول ان المسرحيه هذه نقله نوعيه في برامج الواقع من حيث المسرحيات. مسرحيه جيده طويله كوميدية يعني شيء جديد بإذن الله. طيب فكرة حضور الجمهور كانت فكرة مين؟ وهل تشوف فكرة إيجابية أو سلبية؟ فكرة إيجابية طبعا إيجابية. الممثل مسرحي يبغى يشوف ردة الفعل مباشرة من الجمهور. فهمت؟ يعني إذا قال شيء يضحك يضحك الجمهور، قال شيء يحزن يحزن الجمهور، هذا شيء إيجابي طبعا. شكرا حبيب قلب. ما زلنا مستكملين معكم متابعين الكرام مع مدير الإنتاج الغالي
طلال الشيباني وفيصل. يا مرحبا وسهلا. هلا هلا وغلو، مرحبا بك، حياك. وفيصل انت من الشخصيات اللي احبهم في البرنامج، وجودك له ثقل بكل امانه، كونها اليوم مسرحيه مختلفه وحضور جماهيري، وش حاب تقول؟ عن سؤالك؟ اليوم مسرحيه تاريخيه كأول مسرحية في كاريزما نسختها الثانية وحضور جماهيري، وش حاب تقول؟ والله شوف أنا شفت الحضور قبل شوي، مسرحية إن شاء الله بإذن الله سوف يبدعون علي الجعيدي وأخوياه، وراح تشوفون شيء ما مر عليكم في برامج الواقع كمسرحيات بإذن الله، ومن هنا المنطلق بإذن الله. بيض الله وجهك. معنا اليوم مدير العلاقات العامة في برنامج كاريزما وقناة الواقع الأستاذ أحمد بكريان. يا مرحبا وسهلا. حياك الله نايف يا أخي، أنا سعيد جدا بك، أنت ما شاء الله تبارك الله قامة ومميزة في التقديم، أتمنى لك التوفيق يا أخي، راح تكون شيء مبهر في التقديم إن شاء الله في المستقبل. أكرمتني يا حبيبي. أستاذ أحمد، اليوم كونها ليلة مختلفة كاريزماوية ومسرحية بحضور جماهيري، وش حاب تقول؟ والله أول شيء الله يعطيهم العافية الإدارة، ممثلة بالأستاذ ناصر الغامدي والأستاذ فهد الغامدي والأستاذ طلال، الله يسعدهم إن شاء الله كلهم خير وبركة. التوجيهات اللي سايرة منهم في مسألة المسرحية وطريقتها أعجبت كثيرا في المحتوى اللي موجود صراحة، وراح ينبهرون الجمهور والناس اللي بتحضر، راح تكون نقلة، والحدث المهم جدا وتغطيتكم لها راح تكون مميز، وأتمنى إن شاء الله التوفيق إن شاء الله للمتسابقين، ولك أنت للمصور الحلو أحمد وللجميع يا أخي. أكرمتني يا أبو حبيب قلبي، تحياتي. شوف الآن الممثلين، تعالوا معي يلا. مرحبا. هلا تركي، كيف الحال؟ 1500 كيف الحال؟ حرينا جي. قولوا شوي، ابغى اسالكم بكل جديه. اسلم. اليوم لو تطلعون برا تشوفون الجمهور الموجودين تحمسون زياده. سلام. انطباعكم اليوم؟ والله الانطباع جدا جميل، ليش؟ لان احنا بنبين التمثيل وهيئه التمثيل، وفوق هذا في جمهور جدا عظيم، فالله يجملنا لو بوده وحري حري نجاري. سالم سالم، اليوم لك جمهور ايضا جايين عشانك، وش حاب تقول؟ اول شيء احنا متحمسين جدا للمسرحيه، واللي متحمس للمسرحيه بعد حضور الجمهور هذا الكبير، احنا سمعنا طبعا ان جمهور كبير ولا احنا ما رحنا شفنا، مبسوطين جدا بحضورهم، ونتمنى ان نقدم الشيء اللي ينول على اعجابهم. انت نايل اعجاب دايم طال عمرك. تعالوا لخمه جديده، شخص جديد. ومسفر، مرحبا وسهلا. يا مرحبتين ابو مسفر، اليوم انا متحمس جدا كونك اليوم ممثل وانا شخص احب تمثيلك. لو تشوف القاعده الجماهيريه اللي برا لك جايين، كل ما سالت شخص كان الجمهور حمد مسفر. انطباعك عن الجمهور؟ اقول ما اول شيء مرحبا بهم، ومنور المكان بوجودهم وهم الداعمين. لولا الله ثم هم كان ما سوينا ذي المسرحية ولا ساعدناهم ولا شيء، فأقول مرحبا بهم، وإن شاء الله راح يشوفون مسرحية جميلة جدا بإذن الواحد الأحد. هل فعلا نضحك؟ بإذن الله. شكرا يوسف، يعطيك العافية. شو اسمه؟ وطبعا الفكرة فكرة علي وأنت برضو كاتب السيناريو صح؟ كلنا شوف يد واحدة مصر، يا سلام، عرفت؟ بس بتوفيق الله بإذن الله، الله يجمعنا في ذي المسرحية وبإذن الله نسعدكم. أنت يا مساعدة، مش حالك طيب؟ كيف الحال؟ والله بخير، نحمد الله. خلاص مقفل؟ يا الأمير نبي ما قرض الرجيف الرجيف. لخمة لخمة كالعادة. شوفه شوفه بس أشوف علي. مرحبا وسهلا. الله يطول عمرك علي. اليوم كونك اليوم مع متسابقين كاريزما وشغال على الموضوع، كأنك اليوم كان نقول مخرج اليوم انا مخرج وكاتب وممثل، زود على طال عمرك مهندس اضاءة. يا اخي فنان ابو صالح، انطباعك عن حضور الجمهور اليوم واداء الشباب؟ انطباعي طال عمرك انطباع طيب، وما شاء الله تبارك الله الحضور فوق المتوقع، حضور طاغي. طيب هل ممكن نشوف مسرحيات قادمه؟ باذن الله ما تنام عليه، لكن اذا نجحنا اليوم فهذا يعتبر اكبر انجاز لنا. قل ليش امس كتبنا اليوم البروفه واليوم التقديم المسرح. طيب سيناريو المسرحيه من كتب؟ أنا استاهل. وعلى رأسها محمد مسفر كو. لكن الفكرة من عندي، ومحمد مسفر استرسل في النص استرسال كفو. دام فيها أنت أبو مسفر أعتبرها ناجحة. أنت والله الناجح. الله يجعلني. هلا أبو علي. أبو علي والله لو تشوف الجمهور اللي برا جايين عشانك تنصدم. الله يسلمك. عبد الله تيبي وش المحبة هذه؟ والله إن شاء الله أن الله يجعلنا محبوبين عند الله أول شيء ثم عند خلقه، وان شاء الله اني اقدم لهم شيء يرضيهم باذن الله. ابو علي اليوم كونك تمثل اول مسرحيه قدام الجمهور، اول تجربه، كلمه عن انطباعك. انا اول شيء قد مثلت قبل يعني في مسرح،
ولكن كان مسرح مدرسي من أيام الطفولة، ولكن مسرح بهذا المسرح وهذا الحضور نعم أول مرة، لكن أوعد الجمهور بإذن الله إن المسرحية بتكسر الدنيا. بنصير جروب جوي الأخماد يا حبيبي قم أبو عبد الله. أرحب يا مرحبا والله حي. اليوم أشوفكم ممثل بعيدا عن الشعر والإنشاد، شيء غريب صراحة، نجرب شيء جديد. يا سلام أبو عبد الله، اليوم شوف في جمهور لك برا صراحة، كلهم قالوا وصل سلامي متحمسين عشان يشوفونك. كلمة لهم. أحبهم. أبو عبد الله اليوم أول تجربة لك في التمثيل؟ نعم أول مرة. نعم أول مرة. متحمس جدا. كلمة برضو لعلي الجعيدي اللي القائم على هذه المسرحية. الحمد لله أني مع علي الجعيدي. وين علي الجعيدي؟ مساء الخير أبو عوان. أرحب يا مرحبا. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ الله يبقيك. شو الزين وش الكشخة؟ يمضب بنك. أبو عواد اليوم نشوف لك ما شاء الله مشاركة في المسرحية، جمهورك اللي برا ما شاء الله تبارك الله، عطنا أول شيء انطباعك وحماسك كون أول مسرحية تقدمها. والله مو أول مسرحية أقدمها، كاريزماوية يمكن الرابعة والخامسة، ولكن دوري في المشهد هذا موظف بنك أمول ما. إيه أوه آسف. إيه أبو عواد متحمس جدا ولا لا بكل أمانة؟ والله الأمانة يا الجمهور اللي جانا صراحة الله يحييهم تحية المطر. فوق إنه متحامل على نفسه، عندي إصابة إلا مشارك في المسرحية. شكرا أبو عواد. الله يبيض وجهك حبيب. كل عادة رخمة تعالى شغلك. يا مرحبا. الله يحييك. طول عمرك. شلونك؟ مساك طيب. الله بخير جزاك بخير. مفيد. أنا صراحة اليوم متحمس كوني أول مرة أشوفك تمثل. إي والله. شيء غريب، شاعر النسخة واليوم يمثل. الله يجعل فيها العافية عبد الله الراجع ما شاء الله معاملنا اليوم أم. الله يعطيك العافية. أوكي بالحلال خلاص. الله يعطيك حبيبي خلاص يا الكرك خلاص خلاص يا أبو وخر. وش حاب تقول؟ أنا حبيبي أنا إن شاء الله متفائل بهذه المسرحية بحكم إخواني المبدعين كلهم موجودين. يا حبيبي وش خدمك بعد اسمك كتكات موسنيك خلاص. خلاص دقيقة بس مثل ما قلت لك أول يا حبيبي خلاص. خلاص بكون في الختام وقبل دقيقة ليش نختم؟ والله موجود. تعال بابا تعال تعال. أنا سيد الأخمات اليوم. مساء الخير. كيف الحال؟ في كل مكان أطلع عليك. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. أبابا مخرجنا الجميل. عجيب. أبابا اليوم فيه ليلة مختلفة كاريزماوية جميلة ومسرحية. كلمة يا مرحبا يا فايز. وش حاب تقول؟ معلش عندي سؤالتين. الليلة مسرحية كون أول مسرحية في كاريزما نسختها الثانية. وحضور جماهيري جميل. وش حاب تقول؟ والله حاب اقول لكم بتشوفوا مسرحية حلوة والله، شغالين عليها الحين قاعد اسوي بروفات. هذا السيناريو وهذا السيناريو موجود عندي وشغال عليها والله واحدة واحدة، وما عليك دامها عندي مرة طيب. يا سلام. هل انك متحمس للكاميرات ووضعها في المسرحية ويعني المسرحية نفسها متحمس لأداكم انتم؟ اما شغلي انا اعرف شغلي والله. اشوف شيء جديد. شغلك احلى شغل. ابغى اشوف شيء جديد. استمتع. يعطيك العافية. بس دقيقة تعال دقيقة. وش ذا لقاءات الدنيا والكواليس؟ رايك؟ ما شفت شيء يا حبيبي، اعطوني فرصة اطلع لك من تحت الارض. والله كان موجود من زمان صراحة. من زمان ياخذ فرصة نايف. نايف من الناس المبدعين ترى. حبيبي. من الناس اللي له حضور في الكاميرا وله يعرف كيف يصيد الكاميرا ويعرف كيف، وبعدين جوه حلو ما شاء الله عليه ويفهم. حبيب قلبي يا نايف. في الختام وقبل السلام صلوا على خير الأنام، نتمنى أنها كانت مقابلة نالت على إعجابكم. شوفوا الجمهور كيف متحمسين وراي لمسرحية وليلة تاريخية راح تنال على إعجابكم بإذن الله. في أمان الله. حركتنا سويها معي سويها بس هي يعني كيف إيه واحد يلا يلا واحد مينة. الله يعطيكم العافية وبيض الله وجهكم على إعطاء الفرصة أني أكون مقدم في مسرحية ليلة الترح. وبيض الله وجهكم وأنا وخوياي كلنا على عزم وسند عشان نوصل ناصر الغامدي لنجاح كبير، وكلنا على يمناك وعبدالله ووصلنا بعد كذلك ما يحتاج واتجه ورقة سنود. وأتمنى أن صدق أعجبتكم المقابلة يا أخوة. بيض الله وجهك والله أنك مبدع يا حبيبي. بيض الله وجهكم. يا مان الله. خلاص بس كذا. يعطيكم العافية. الرجال ترى جوعانين شوي. اي والله جوعانين لقطوني وانا ما لو داري ان انا جيت من اول فالمعذره يا بابا وانا اسف. بابا لازم تسوي حركتنا بابا مع الكاميرا. شلون؟ جر غماجه شوف غماجه واحد اثنين. بابا معنا خلوا كلهم معنا كلنا بابا كلنا. ودي بابا يسويها بالحركه. واحد اثنين ثلاثه. الله يا بابا. يعطيكم العافية اقسم بالله. ابني.
خلاص يلا قلبي يا عيال المطبخ روح المطبخ اولا الحمد لله رب العالمين على اللي حصل. الشيء الثاني بيض الله وجه اخوياي. لا يفكرون 1% ان مناح جاء في خاطره او انه شك 1% بالكلام اللي صار هذا كله نهائيا لا. الشيء الثاني شكرا ثم شكرا ثم شكرا ثم شكرا لجمهوري العزيز وبيض الله وجهه. الشكر ثم الشكر لإدارة قناة الواقع. شكرا لابو عبد الله. شكرا لابو سلطان. شكرا للإدارة كافة، شكرا للإعداد، شكرا لكل من في قناة الواقع. أخويا الباقين فيهم الخير والبركة، يعني بإذن الله بإذن الله فيهم الخير والبركة وبيأدون شيء إن شاء الله بإذن الله بيأدون شيء يصدمونكم فيه بإذن الله. الله يجعل ربي يوفقنا وإياهم ويبيض وجيهم وهم من جعلهم ناحي يأخذ المراكز في اليوتيوب وفي السناب. الله يجعل ربي بيض وجيههم ولا أنسى وقفتهم معي. القادم أجمل بإذن الواحد لحد بإذن الله أن القادم أجمل بإذن الله. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبي إلا رضاكم لجلكم نبذل